انتوا عارفين ان انا من طبعي مش بتكلم في التحكيم من ساعة ما بدأت القناة غير في بعض اللقطات اللي بشوف ان هي مستفزة شوية، فببدأ اتكلم فيها واقول رأيي فيها. يعني مثلا لقطة زي بتاعت احمد فتحي النهاردة والكورة اللي اتحسبت ضربة جزاء على الاهلي وابراهيم نور الدين والفار والقصة دي، والكورة التانية اللي كانت حمدي فتحي وقع فيها في يعني منطقة جزاء او قبل منطقة جزاء نادي الاتحاد بشوية، وبرضه غير ده هتكلم على محمد الشناوي وما شاء الله ولا قوة الا بالله تألقه في هذه المباراة، يعني اللي تقريبا شالها لوحده هو ويمكن بعديه بشوية محمد هاني. وهكلمك برضه ايضا في هذه الحلقة عزيزي المشاهد عزيزي المستمع عن 4-4-2 للاهلي والقلبة بتاعت 4-2-3-1، واحمد فتحي يستاهل طرد ولا لا، وكلام كتير جدا سعادتك. فاستأذنك في بداية الحلقة، لو انت اول مرة تشوفني طبعا ده شرف ليا، في تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوس عليه وجنبه جرس، دوس على الجرس واختار اول اختيار. ولو انت جديد معانا في القناة او قديم معانا في القناة ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك مهم جدا في انتشار الفيديو، وما تنساش تعمل كومنت، وما تنساش تعمل شير، وتجيب صحابك بقى وقرايبك وتيجوا تتفرجوا. المهم يا سيدي، الاهلي والاتحاد السكندري 0-0، والاهلي يؤجل تتويجه بالدوري العام رقم 42 في تاريخه للمباراة القادمة. يعني لغاية دلوقتي الأهلي لسه محتاج نقطتين تاني علشان ياخد الدوري العام. يمكن الأهلي لو كان كسب النهاردة كان هيبقى 74 والزمالك 55، فكان هيبقى فرق 19 نقطة ولسه فاضل 7 ماتشات، وما تنساش إن في 3 نقاط اتخصموا من الزمالك في موقعة الأتوبيس، فيبقى 22 نقطة، فيبقى الأهلي خد الدوري الرسمي. ولكن الأهلي دلوقتي ما بقاش 74، بقى 72، فبقى 17 نقطة و20 نقطة و3 نقط، عفوا هيبقى 17 و3 نقط يبقى 20، ال 20 دول يبقى عفوا الاهلي محتاج نقطة فقط علشان يتوج بالدوري. صح كده انا حسبت صح ولا ايه؟ فنصحصح مع بعض. المهم يا سيدي، النهارده شفنا حمدي فتحي وقع في منطقة جزاء الاتحاد السكندري او قبلها بشوية، وابراهيم نور الدين راح بص على الفار. يعني زي ما بقول لكم انتوا عارفين مش بحب اتكلم في حالات تحكيمية، ولكن انا وجهة نظري تعال نتكلم بمنتهى الحيادية، هي الكرة مش ضربة جزاء، ولو اتحسبت فاول هي من بره المنطقة، رجله كانت بره المستطيل، دي وجهة نظري. وان حمدي فتحي هو اللي رمى ايده، زكي حمدي فتحي عشان ايه تبان ان اللاعب هو اللي شده بتاع الاتحاد، فدي من وجهة نظري الكرة عادية جدا. وابراهيم نور الدين يعني لو كان اخطأ فهو اخطأ في ان هو ما حسبهاش فاول من على حدود منطقة الجزاء، ده لو كان فعلا اتشد، لكن هي مش ضربة جزاء اطلاقا. تعال بقى نبص على كورة أحمد فتحي واللي حصل في كورة أحمد فتحي والكورة دي. أنا من وجهة نظري إن رزق لاعب نادي الاتحاد السكندري نزل براسه، يعني كان فاضل له 3 سم ويبوس الأرض. يعني أنا أول مرة أشوف فاول بصراحة أو يعني طرد اللاعب، علشان هو بغض النظر إن رزق دماغه جابت دم وتعور وكل حاجة، بس أنا مش رافع رجلي أعلى من مستوى وسطي، يعني الرجل مرفوعة خلاص اللي هو الرفعة الطبيعية. وبعدين يعني انت كنت في ظهري وانا لفتش انا اجيب الكوره، رقم 2. رقم 3 يعني انت موطي دماغك عند ركبتي، فانت موطي دماغك عند ركبتي، فطول كمان انت موطي دماغك عند ركبتي، معنى كده ان انت يعني داخل خلاص عارف اللي هو ايه، تروح لحد تقول له معلش والله العظيم معلش مناخيري خبطت في كوعه فهو ضربني بمناخيره في كوعي، عارف اللي هو كده. يعني انت بتبقى معور واحد وكوعك اهو وتقول له معلش والله ضربني بمناخيره في كوعي، والله انا اسف، يعني ايه ضربك بمناخيره في كوعك؟ ما هي العكس طبيعيه. فهو ده اللي عمله لاعب الاتحاد، انه نزل تحت خالص بدماغه لغايه ما وصل لمستوى وسط احمد فتحي، فخبط في ركبه احمد فتحي، فالحكم ابراهيم نور الدين لما شاف الدم اعتقد اتوتر، فراح راح مدي طرد لاحمد فتحي وحسبها ضربه جزاء. وانا دايما ليا وجهات نظر في ضربات الجزاء، ان ضربات الجزاء اللي بتبقى فيها قيل وقال وبتتصد بيبقى ضربه الجزاء دي مش صحيحه، وربنا مش رايد ان هي تدخل. انا دي ليا يعني ليا وجهات نظر معينه، وممكن اكون انا غلط اكاد اصيب واكاد اخطئ، بس ضربات الجزاء اللي تبقى تحس ان هي مشكوك في امرها مش صريحه، مش دخلت تروح من تمديك بالبنيه في دماغك ولا رحت مديك بالدماغ، فاهم حاجات كده، لان تبقى صحيحه او تبقى لسه فيها قيل وقال او قولان وبتتصد، وجهه نظري ان هي بتكون بتتصد علشان يعني بحس كده ان ربنا مش راضي عن ضربه الجزاء دي فبتتصد. تاني حاجة ان ما شاء الله ولا قوة الا بالله، محمد الشناوي يمكن من بعد رجوع الدوري مرة تانية من ساعة الكورونا هو افضل لاعب في النادي الاهلي.
بلا منازع ما شاء الله، بقول تاني ما شاء الله، عشان يقول لي انت بتنق على محمد الشناوي يا عم، والله ما بنق على حد. فهو افضل لاعب في منظومة النادي الاهلي حاليا هو محمد الشناوي بلا منازع. عندنا خبر تاني وهو اصابة ياسر ابراهيم وعلي لطفي بالكورونا، ودي حاجة خطيرة، وربنا يا رب يتم شفاهم على خير ويشفيهم ويعافيهم، وحاجة بتقلق قبل مباريات افريقيا وقبل الدخول في القصة دي. وطبعا لازم اللعيبة كلهم يتم التعامل معاهم بمنتهى الحذر الشديد، علشان لا قدر الله ما يكونوش عدوا حد. وفي حاجة تانية ان هم تحلل لهم بالرابد تيست. الرابد تيست اعتقد هو بي سي ار او عينة دم، ما بتبقاش فيها دقة زي المسحة. فيوم الاربعاء كانت سيد الحفيظ اتكلم ان هم يوم الاربعاء ان شاء الله هيتم عمل ليهم مسحة علشان يتم تأكيد هل العينة إيجابية ولا سلبية. هما كده كده اللي يعني خلاص دلوقتي الموضوع بقى في العالم كله، اللي بيتشكوا ان عنده كورونا خلاص بيدوله على طول البروتوكول مؤقتا، عندك مش عندك، هو مش مضر يعني، بتاخد بنادول مش عارف ايه، مش هنخش في تفاصيل الطب يعني. المهم يا سيدي، فان شاء الله ربنا يشفيهم ويعافيهم. وكمان اصابة رامي ربيعة ونزول احمد فتحي مكانه، اللي احمد فتحي تقريبا كان عنده مشوار، يا دوب نزل هوبا انذار هوبا طرد راح خارج، يعني يا الراجل ما لحقش يا عيني والله العظيم. فالحاجة اللي عايز اتكلم فيها تكتيفة فايلر للعيبة، ومعلش فتح لي دماغك كده وركز معايا، ولو ماسك كوباية شاي سيبها. فايلر حاليا بيلعب ب 4 4 2 ومصر عليها، والاهلي بيبقى متكتف جدا 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 في عدم وجود صانع العاب تحت راسين الحربة، لان هو الاهلي حاليا وجود بادجي ووجود مروان محسن هما من اللاعبين طوال القامه، اللاعبين اللي محتاجين ان هما ساعات بيلعبوا بيهايند ذا ديفنس او بيعدي من ورا المدافع، فعايز حد يوديه، حد يلعب له ثرو، حد يروح، وده دور قفشه وبيعمل كده بالذات فايلر، لان هو حاليا مش مقتنع بقفشه قوي في مكان البلاي ميكر، فتحس ان هو بيعاقب نفسه وبيعاقب قفشه وبيعاقب الاهلي. يعني انا وجهة نظري ان فعلا 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 الاهلي يفقد كثيرا من قوته في خطة 4 4 2 او في تشكيل 4 4 2، وبالدليل في مباراة الاهلي والاسماعيلي لما فايلر بدأ 4 4 2 وبعد كده غير خطته ل 4 2 3 1، بدأ الاهلي يحس بأريحية كبيرة جدا في الملعب، بدأ الاهلي يحس بأريحية في تحركاته، بدأ كل لاعب يروح في مركزه اللي هو حافظه ومتعلمه ومتسيستم عليه. النهارده برضو شفنا بعد تغيير كهربا ووليد سليمان وعمرو السوليه، ولو اني كنت شايف ان عمرو السوليه كان في مخاطره شويه في نزوله النهارده لانه لسه لم يتم شفائه بنسبه 100% والكلام ده من جوه النادي الاهلي. ف بعد ما نزل حسين الاهلي بدا يهجم شويه، الاهلي كان فعلا يعني الاتحاد النهارده عمل مباراه قويه جدا على النادي الاهلي، الاهلي النهارده كان فاقد كثيرا من قوته، وده طبعا مش هينفع فيه قادم المواعيد وبالذات في افريقيا. لازم فايلر يتخلى عن خطه 4 4 2 اللي لغايه دلوقتي لعيبه الاهلي مش قادره تطبقها، ومفيش لعيبه في الاهلي حاليا في ظل الاصابات الكتير والايقافات اللي موجوده، وانا كلنا نتكلم على اصابات معينه يعني الايقافات يعتبر خلصت، ف مفيش لعيبه قادره تطبق 4 4 2. وبعدين انت مش تيجي في نص الموسم من نص الدور الثاني تبدا تقول انا عايز العب 4 4 2، لا ده انت في موسم الاعداد تبدا تفهم اللعيبه وتعلمهم عليها. ف 4 2 3 1 هي الخطه الامثل للنادي الاهلي، فايلر لازم يتخلى عن عنده ويتخلى عن يعني هذه الخطه في قادم المواعيد. بجد الاهلي محتاجه 4 2 3 1 وهي الخطه الامثل للنادي الاهلي. كان مع اخوك عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، لو وصلت معايا للاخر ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، سلام عليكم.